جايز عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وكويسين. الناس اللي اول مره تشوفني انا جيسي، بعمل فيديوهات على السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام تيك توك ويوتيوب. تنسوش تعملوا فولو للسوشيال ميديا وسبسكرايب لقناه اليوتيوب عشان يوصلكم كل جديد. النهارده فيديو جديد، فيديو هعمل فيه ريفيو عن بيوتي برودكتس، فيلا بينا نبدا الفيديو. ثلاثة بيوتي برودكتس اتشهروا جدا الفترة دي، وفي ناس كتير بتستعملهم على النت وانفلونسرز. اول واحد واشهر واحد فيهم جدا هو البيكنج باودر سكراب. دي سكراب بتاعت ويش، معمول بيكنج باودر، ويقال انها المفروض تنظف المسام وتفتح البشرة وتخليها ناعمة وكده، فهنجربها. تاني حاجة هي الليب كولاجين ماسك، ماسك الكولاجين بتاع الشفايف اللي المفروض يخليها ناعمه وطريه ولونها فيها احمر، نجربه. وثالث واخر برودكت هو الماسك بتاع الكولاجين بتاع تحت العين، المفروض ان هو يشيل اي تورم تحت العين، اي سواد، ويخلي عينك فيلينج فريش قوي وحلوه. فهنجرب كل دول نشوف هل الكلام ده حقيقي ولا لا، نشوف هيعمل مفعول حلو ولا لا. فيلا بينا نبدا الفيديو يا جماعه. انا جيت اهو، اول برودكت هبدا اجربه هو بتاع البيكنج باودر اهو. مكتوب ان هو كرانش بور سكراب، المفروض ان هو الفيس بورز اللي هي المسام. تمام، اول حاجه المفروض نفتحه، نفتح مني اهو من الخط ده، مكان الفتح بتاعه اهو. يقال ان السكراب ده يكفي 3 مرات، فانا هحط على قد ما الاقي وشي اكتفى وبعدين اشيل الباقي. انا فتحته اهو، نفتح حته صغيره منه عشان لما نيجي نقفله. بصوا انا فتحته، هو ده ملمسه جيلاتين قوي وغريب، وريحته غريبه قوي، وريحته الوفيرا، ريحته غريبه قوي. تمام يا جماعه، انا لميت شعري عشان بس ما ضايقنيش وانا شغاله، ودلوقتي هنبدا بالسكراب ده. ولو ان هو ملمسه كريم، يعني ما فيهوش نقط مثلا حاجه بتاعه تكون السكراب، كل سكراب لازم تبقى ناشفه وفيها نقط حاجه علشان تشتغل، انما ده ما فيهوش اي نقط ولا اي حاجه. ف انا مستغربه بصراحه. لا تصدقوا اهو، وانا بتاعك وانا بتاعك نبدا نحس. هو ما عليهوش اي تعليمات، الباكت ملوش اي تعليمات خالص، بس انا دورت على النت فلقيت ان هو بس كل اللي انت بتعمله انك تطلعه من الكيس وتبدا تخرجه على البشره كده. شكلها بوريه لكم ده، فوكس مش باين قوي بس شايفين في نقط بيضه اهي في كل حته، تبدا تخرجه على البشره كده لمده دقيقتين او حاجه، وبعد كده بتشطفه. بصوا بصراحه ما اعتقدش ان ده يكفي خالص 3 مرات ولا مرتين حتى، لان كميته قليله جدا، حتى الباكت ما كانش مليان على الاخر اصلا. لسه مناخيري كمان ما اتعملتش. شايفين نقط بيضة دي، شايفين كل دي نقط بيضة من البيكنج باودر، حاجات كمان طالعة من المسام. أنا سكراب تاني كويس عند الخدود، لأن أنا أصلا جايبه في القصة عشان خدودي. عند الدقن كمان انتوا شايفين، بس
اشتغلت كده كفايه وشي كمان. شايفين شايفين اعتقد كده ممكن يجي مفهوم حلو. هعمل على المناخير تاني. تمام لو فضل في حبه اعتقد ممكن يكفوا مره كمان خفيفه فانا هشيله على جنب. تمام فين صباعي؟ وكيف صباعي كله باودر بيضه. شايفين وشي كمان. فالمفروض بقى ان انا كمان بعد ما اعمله سكراب اسيبه دقيقه او دقيقتين على بشرتي عقبال لحد ما بينشف كده. فهسيبه دقيقتين او دقيقه ينشف على بشرتي وارجع لكم. انا رجعت وعدى اقل من دقيقه كمان تقريبا ووشي نشف جدا والبيكنج باودر نشف فيه جدا بقى حتى مش عارفه اعمل رياكشنز قوي. بس انا عايزه اوريكم شكل وشي مش باين في الكاميرا خالص. تمام نروح عند النور شويه. شايفين وشي كله كأنه مقشر. ف دلوقتي المفروض اني اروح اشطف وشي وبعدين ارجع اشوف النتيجة. فاروح اشطف وشي وارجع. انا رجعت لكم وغسلت وشي اهو بس هذي سكراب خالص. وبصراحة لا في مفعول حلو وعكس ما توقعت. ان انا توقعت ان اول مرة مش هيعمل مفعول قوي لان لسه اول استعمال وكده. وانا دلوقتي حزينة عشان قربي في الاصل. بس لا بصراحة عمل مفعول حلو. اكتر حاجة ما باين عليها المفعول هي المناخير مش باين قوي في الفيديو سكراب. بس المناخير اكتر حاجة يعني الرؤوس السوداء فيها هديت قوي وبقت وشي عامة كله بقى ناعم وهدي وحلو. مفعولها حلو بس طبعا مفعول مش السوبر واو لان طبعا اول مرة هو مكتوب عليها ان المفروض المفعول الباين قوي يبدأ من تاني او تالت مرة. بس انا بقول لكم من اول مرة واضح ان هيبقى فعلا في فرق وفي اختلاف. بشرتي ناعمة وصافية قوي ومناخيري بالذات هي اكتر حاجة باين عليها الفرق بصراحة المناخير. فده بالنسبة لي حلو جدا واكيد هجربه تاني وهستعمل بقية الباكت. واعتقد اني ممكن اجيب باكت كمان واعمله عشان اخلص من كل الرؤوس السوداء وكده لانه فعلا عامل مفعول حلو. تاني حاجتين هنجربهم وهما حاجتين هجربهم مع بعض في نفس الوقت هو ماسك العين وماسك الشفايف بتاعه الكولاجين. دول المفروض بيتحطوا ده بيتحط تحت العين ده بيتحط على الشفايف لمده تلت ساعه. المفروض ان بعدها تتمتع ببشره حلوه وناعمه وصافيه ده على حسب كلامهم يعني. وان شفايفك تبقى ناعمه وتحت العين عندك يشفي اي ترهلات وناعم. ف نجربهم. نفتح اول واحد. تعال نفتح الاول بتاع العين. نفتح بتاع العين اول واحد. نفتحه بصعوبة. هو في كولاجين مية او في سائل عامة فيه فانا عشان كده عايزة افتحه بالراحة شوية. استنوا الكاميرا اهو. حتى الكيس لسه فيه سائل انا معرفش سائل ايه. سائل بينقط منه. ترى لزجين قوي وعليهم حاجة لزجة. ايه ده انا كنت مسكن بالعكس. اوه انا كنت مسكن بالعكس. كل ده مسكن من تحت. اما ايه لزج اليوم من تحت ده. اوه ده لزجين قوي قوي جيلي جدا. اهو
كده انا حطيت اول عين. يعني حاسه كده كان دخل فيها ليكويد او حاجه. هنشيل الثانيه ونعمل فيها نفس الكلام. هنعدلها عشان تبقى على العين بالظبط. تمام. هو في جزء منه كده صح تقريبا يعني شغال على المناخير بس انا متاكد. هو في جزء منه بيبقى داخل على المناخير وهو انا بعمل كده حسب التعليمات عشان المفروض يبقى وصل لحد العين من جوه. وعلى فكره بيحرق شويه هنا بيحرق شويه مش عارفه ليه. هو غريب قوي شعوره. الثانيه كمان عليها سائل لزج قوي شفاف فمش باين. دلوقتي المفروض بتاع الشفايف. بتاع الشفايف ده لما احطه مش هعرف اتكلم. فعامه انا حابه اعرفه لكم ان انا بعد ما احط بتاع الشفايف اعمل كده وبعدين اروح استنى تلت ساعه وارجع عشان المفروض استنى تلت ساعه لحد ما اشيله. يلا بينا بتاع الشفايف. يحرق تحت عينيا قوي. ايه ده الصينيه طلعت فاضيه يا جماعه والماسك لازق جوه. او ماي جاد لازق لازم نشوف كده اهو. استنى بعدله. ريحته حلوه جدا. ريحته من ورد غريبه. ريحته كولاجين باينه فيه. تمام. تلت ساعه وهرجع. بتاع دي لوس خالص عمال تتزحلق. واضح انها يعني ايه اي كلام وعمال تتقطع بصراحه. يعني حاسه مش هتعمل مفعول بصراحه. يا جماعه عدت تلت ساعه وعايزه اقول لكم اني حتى قبل ما انا اشيل ده يعني كنت انا حابه اشيله قدام الكاميرا ما لحقتش اشيله لانه اتزحلق في ساعتها. اتقطع واتزحلق وبوظ خالص. فبتاع الشفايف بصراحه كان فاشل. كان عمال يتزحلق. هي شفايفي ناعمه بس ناعمه حاجه بسيطه جدا اللي هو بيحصل لما احط اي زبده كاكاو عاديه. فانا مش عارفه الفرق قوي بصراحه بتاع الشفايف ده. حتى اتزحلق وقع على الارض في الاخر. فلا ده ملوش فرق وما انصحش بيه. لما احط زبده كاكاو هتدي نفس المفعول. يعني سيب بقى بتاع العين. طبعا انا حاسه ان تحت عيني فريش جدا وساقع وهادي يعني. بس ما فيش حاجه اكتر من كده. يعني مثلا لو حطينا اي حاجه ساقعه تحت عيني هتدي نفس احساس الريفريشمنت ده. فبصراحه البرودكتس بتاعه الكولاجين ما انصحش بيها قوي اللي هو بتاع تحت العين بتاع الشفايف. تقدر تعمل مفعولهم بالظبط او تحقق مفعولهم بالظبط بحاجات تانية من البيت سهلة. يعني تحت العين ده نفس المفعول. في حاجة منتشرة على النت ان هم يحطوا كوتون بادز عليها لبن على العين علشان تهديها وتعملها زي ريست يعني ستريس ريليفينج. فنفس الموضوع بالظبط بتاعة الكولاجين. ما فرقتش اي حاجة تحت عينيا خالص. تحت عينيا زي ما هو اعتقد. وبتاعة الشفايف شفايفي حتى مش ناعمة. يعني عايزة اقولكم ان انا كنت حطيت زبدة كاكاو كان يمكن شفايفي تكون ناعمة كده كمان. ف ما انصحش بتوع الكولاجين خالص. انا هرميهم على طول دلوقتي لان هما فعلا ما افادونيش خالص خالص خالص. اتقطعوا واتبهدلوا. انما بتاع البيكنج باودر انصح بيه جدا وهعمله تاني وتالت وهجيب منه كتير لحد ما اخلي بشرتي تحفة بيه. ويس قضيت كده يا جماعه. عدى حوالي ربع ساعه من شلت شلت ماسك الشفايف. وبصراحه شفايفي بدات تشقق وتجمد قوي و ما انصحكوش بيه خالص. وحش جدا بصراحه. في الاول كان بس نعم. دلوقتي شفايفي بدات تشقق اصلا وبدات تبقى غريبه كده. فلا
خالص لا. بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. تنسوش كمان تعملوا رينج للبل نوتيفيكيشن علشان يجيلكم نوتيفيكيشن لما انزل فيديو جديد. وتنسوش تعملوا فولو السوشيال ميديا, سيب اللينكس كلها تحت في الديسكربشن. بس كده, thank you so much for watching, have a great day and bye bye, stay home, stay safe, stay healthy and peace out.